زي ما كنا بنتابع مع بعض حال أهالينا المصريين في الخارج وحجم مشاركتهم الرائعة والكبيرة، بنسلط الضوء كمان على جهود الدولة جوه البلد. احنا معانا تقرير عن جولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، واللي سلم فيها عدد من وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، واللي بتدعم الشباب، وده في مدينة السادات. تعالوا نروح نشوف تقرير ونرجع تاني. هنا احنا بنتكلم على 1,000,000 وحدة سكنية فقط في هذا المحور، ده بالإضافة إلى حوالي 300,000 وحدة سكنية الدولة خلصتهم ونفذتهم وسلمتهم، اللي هم بديل المناطق الغير أمنة والعشوائيات. ده غير مشروعات ومبادرات أخرى رئاسية زي إسكان عواصم المحافظات، وغير مستويات الإسكان الأخرى اللي الدولة بنتها للمتوسط وفوق متوسط. فاحنا بنتكلم حقيقة في حلم كبير جدا الدولة المصرية الحقيقة، ان احنا عايزين نوصل ان اي مواطن يتقدم لوحدة يقدر ان هو ياخد هذه الوحدة. هذا الموقع فقط اللي هي مدينة حدائق اكتوبر بنتكلم على 147,000 وحدة، يعني حضراتكم لو بنقول كده مجازا 150,000، لو بنتكلم على اسرة اربع افراد احنا بنتكلم على 600,000 مواطن هيبقوا موجودين فقط في هذه المدينة. هو ده الحلم فعلا اللي احنا النهارده كلنا بنجري ان احنا ندبر الوحدات السكنيه ونحقق حلم شبابنا المقبلين على الزواج او اسر محدوده الدخل انها تجد مسكن لائق، جوده حياه على اعلى مستوى. ربنا يقدرنا ان شاء الله ويستمر هذا البرنامج على طول ضمن دائما المبادره الرئاسيه وكل المبادرات اللي الدوله بتقوم بيها.